جزاكم الله خيرا. تقول إنها في بداية صيامها ولمدة 2 سنين لم تقضي الأيام التي أفطرتها بالعذر، وحينئذ تسأل ماذا يجب عليها الآن؟ جزاكم الله خيرا. يجب عليها أمران، أولا القضاء، قضاء الأيام التي أفطرتها في فترة الحيض، وثانيا عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير بمقدار نصف صاع من الطعام المقتات في البلد، ومقداره بالكيلو كيلو ونصف عن كل يوم، فتجمع استحقاق هذه الأيام عن كل يوم كيلو ونصف تدفعها للفقراء كفارة عن التأخير. نعم.